هذا هو مجدنا اللي نعدلو. هاي البل كل سنه نعدلها هذا السباق اللي هو. اما الخيول ففي نواصيها الخير على هذا المكان. خيالون في مباريات تسر الناظرين وتعجب الزائرين. ونختار نقول عنا جينا هون اولا لاهي نعبروا عن خلاصتنا لوطننا هذا. واسباب نجيبوا هذه الخيل لا تعبير ملي كذلك كنا مثل المناسبه اللي هي نجمعوا لها اللي فينا من الخيل ونجيبوه. وكل مساله كامله ذهمينا عندنا مثل الاعياد ومثل الترقيه كامله لاي حد جاينا وفد من المرقب والله حد كبير عندنا نجمعوا له اللي فينا من الخيل ونلقوه. واللي اسرع لنا ويخلعنا على الخيل قضيه واحده قضيه الجفاف. انه منين نجي يؤدي لها ياسر من الامراض اللي نتقل ونعود ونمشوا نستجلبوها من بليدات بعيد. اشتهرت ام الخز بهذا المشهد وتوجته الاغاني والرقصات ودوي المدافع. الرماة على رمال أم الخز هم أصدقاء للمدافع والرصاص يصلون إلى الهدف بحنكة نادرة وقدرة بادية. نشاط يمارسونه يوم فرحهم ويتدرب فيه الجيل الصاعد على الرماية تحت إشراف أكابر القوم وحكماء المجتمع. رياضة لها على هذه الربوع تاريخ قديم ومجيد. هون الاشخاص اصلا معروفه كانوا قديما بالرمايه ومعرفوا ولاتها وخالقين وهم وحدين يخبطوها ورك خبيط مضبوط وهنا ان شاء الله نقوم بحياء ذاك ونعدلوا فريق ملي للمنطقه هون وفادهم الخز. كاين الشباب المنطقه والمناطق كامله منهم يتوجهوا للرياضات واحياء التراث القديم كيف سباق الخيل وسباق البل. الناس لا كانت عند الناس الاولى كامل ما في شيء لا تقلب حد عليه وحياه من جديد لانه تراثه مهم يحياه ومهم العوده ملي الى المناطق اللي يعرف رقاش اصلا ويعدل فيها هذا ويحييها وينعت لها بانهم مهمين. هاي الرياضه كانت شبه مهجوره وبدات تنتشر من فتره قليله ان هناك شباب يتحمس لها وعنده كان فترات خاصه فتره الاعياد هي اللي عدل فيها هذا وارك عاد فتره الخريف دائما فتره مناسبات اخرى عدل فيها هاي الرياضه اللي هي الرمايه. مظاهر الجذب السياحي والاصاله والتالق ستكون اكمل واجمل إذا ما استطاع هؤلاء السكان أن يرفعوا مختلف التحديات التنموية التي تعد على رأسها العزلة وندرة المياه وقلة في الصحة والتعليم وغياب شبه كامل للبنى التحتية الضرورية. الخريف كان فرصة للناس كاملة تجابرهم كيو الأطر والناس اللي تشتغل مرقب كاملة تجي هون وتجابر هون تشوف قضايا كاملة تخرس قضايا كامله هون المنطقه تشوفه تستمتع بشرب الالبان والمناظر الخلابه اللي المنطقه الحمد لله كثيرين فيها المناظر الخلابه والسياحيه وتجابر مع ذويها واهاليها وتتفقد احوالهم كامله. والحمد لله السنه كان الفتره المناسبه وكان جيد الحمد لله. منطقه وادي ام الخز تواجه قدر من التحديات من اكبر هاي التحديات العزله هي منطقه تقع في بدايه اوكاب. هون احنا حدنا تقان بداية اوكا ومنطقة معزولة تماما. الطريق الرابط بيننا احنا والمقاطعة طريق صعب ووعر اذا قاعدوا تعودوا شاهدتوه خلال رحلتكم جايين. ثانيا هون المنطقة اساسا هون تعتمد على الزراعة والتنمية الحيوانية. جل السكان هون يعتمدوا على الزراعة والسدود هون سدود غير مرممة مهمشة متكسرة غير مرممة تماما. ما فيها السد الكبير يعاني من مشكلة سد الخريزة. حد لا يزرع ولا يعاني ياسر من لا يشتغل ياسر من الشغلة. ما هو
ما هو صالح قبال للزراعة. فمن بعض سدود ثم قدر من السدود الثانوية هي أيضا متكسرة ولا هي مرممة، تحتاج القدر من الترميم. ثانيا فيه بما أن بعيدين وطريق وعرة هون فاقدين نقاط صحية، ما موجودة هون نقطة صحية. إذا مرض رجاج اليوم لا يتنقبض الوتة ولا يمشي مع ذيك الطريق الطريق الوعرة قد لا قدر الله ما يوصل قاعدة، أن الطريق صعبة والمدينة بعيد. المنطقة هون ملي تقسيم الإداري ظلامها شيئا ما، جعلها تابعة لبلدية قارط وعاصمة البلدية تبعد منها 130 كيلومتر. إذا إنسان أبسط مواطن ماشي له يعدل أبسط طاقة مستخرج تقريبا لابد يسافر سفرين، يسافر من هنا إلى عاصمة كييف ثم يسافر إلى قارط 50 كيلو، إذا لا يمشي 130 كيلومتر أبسط ورقة مستخرج تقريبا اللي هو أبسط اللي يعد الأوراق. التنمية الحيوانية موجود كل أنواع الحيوانات بكثرة وهي المغذي الأساسي لعاصمة الولاية مات اللحوم. يا غير المنمين هون يعانوا من عدة مشاكل، الأدوية البيطرية ما هي متوفرة، المياه ما هي متوفرة في الخريف، إذا يعانوا من عدة مشاكل كيف مشاكل المنطقة كاملة. نختير فك العزلة يجسد لنا في طريقة عدل لنا، لكن فك العزلة عزلة النقل أولا عن المقاطعة عن ملخز، ثانية عزلة في النقل اللي يشارك في المواطنين اللي ودخال قرقاج عنده حالة اجتماعية قد يلتحق بالمدن في أسرع وقت يعالج في أسرع وقت، بين هون ما فيه طب ما فيه طب لا فيه نقطة صحية قد يداوى فيها قرقاج، وهون سد وعدل من 1954 بعض الأحيان يعدل من جهود خاصة من المواطنين من سكان القرية من أطورها من أولادها كاملي وليلوا سنين ما ورمم ولا عدل. أنا أولا نشكر هاي المبادرة الشبابية، نشكر هذا الشباب جزاهم الله خير اللي رجعوا لذويهم، ونختار نقول على أن هذه فرصة لصلة الرحم، ولأن الحمد لله هنا في المنطقة بلا مشاكل موحدين الحمد لله، الناس هون تبارك الله ما عندها مشاكل قبال ذيك هي أكثر من ذاك، سوى المشاكل اللي مطروحة العام كالطريق وكالبلدية، يعني الناس هون الحقيقة أحد لا يقول الحق، إحنا البلدية اللي تابعين لها ما عندها معها قاع حدود بين معها بلديتين، وهذا يطلب هذا يعدل حالة المدنية اللي لا بد منها، يطلب إنه يقيس كيف ويخضع على الملقي ويقيس أقوار، وأحيانا هو نهارين وثلاثة ويرجع من اللي ما عدل حالة المدنية. أم الخز بوجهها الفرح ودعتنا كما استقبلتنا، هذا الاحتفال كان وداعا لفريق البرنامج واحتفاء بحلقتنا التي خصصناها لواد أم الخز التي زرناها ولأول مرة.
هي أم الخز، المنطقة التابعة لمقاطعة كيفا المركزية بولاية الأعصاب. هي أم الخز واد يحمل من التاريخ عبقا، ومن الجغرافيا روعة، ومن طبائع الناس تميزا. هي أم الخز قوم كرام وأرض معطاء. هي أم الخز وسط بيئي ثري ومتنوع، شكل قطبا تنمويا زراعيا ورعويا. هي أم الخز عزلة مشهودة وندرة في البنى التحتية الضرورية، لكنها عزيزي المشاهد مع ذلك تقف شامخة في انتظار عناية واهتمام. ربما تكون الأيام القادمة فرصة وموعدا مع المستقبل الأفضل والنهضة المشهودة. في نهاية البرنامج تقبلوا تحيات الفريق، الزملاء محمد والعبد الرحمن، شيخنا والعثمان، وحمد المختار وللعالم، وأحمد والمبارك، وتحية أنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.